تعالوا نرجع، بما ان احنا بنتكلم بقى على فلسطين لازم نرجع لمسلسل مليح. وانا قلت لكم ان مسلسل مليح ده في بدايه، يعني ما كنا بنتكلم لسه في شهر رمضان، انه الكل يتوقع انه مسلسل مليحه يحقق ضجه، يحقق صخب ايجابي، يلفت الانظار. وده اللي جرى، انه مليحه بالفعل عمل ده، وعمل ده يمكن من اللحظه الاولى بالمعنى الحرفي لكلمه اللحظه الاولى، بدءا من التتر، او لا مش من التتر والله، ده بدءا من البروموز والتيزرز اللي اتعملت للمسلسل اللي بدا في يوم 15 رمضان. علي الطيب اهو، علي الطيب ده من الناس اللي انا بحبها بقى جدا، ده بجد يعني مش هزار، يعني بحس ان هو اخويا والله بجد، احس ان هو جارنا، يعني هو حد معانا، هو إنسان قريب زي ما بيتقال كده. مش بس كمان أنه هو ممثل تقدر تصفه أنه ممثل محترم، يعني ممثل أنا في رأيي عمري ما قابلته والله، بيحترم نفسه جدا، بيحترم شغلانته ومهنته جدا، بيحترم جدا الفن اللي هو بيقدمه، ولم أجد له ولو دور نص نص فعلا يعني. وعلي من الناس اللي شاركت في هذا المسلسل، واللي أنا بشوف واحد من أهم المسلسلات اللي تم إنتاجها خلال العشرين سنة اللي فاتوا. احنا بنعمل مسلسل مبني على أحداث حقيقية، مسلسل متعلق بقضيتنا المركزية. خلوني الأول أرحب جدا وبشدة بفنان والنجم علي الطيب، وكل سنة وانت طيب يا علي الطيب. وانت طيب يا استاذ يوسف، واشكرك على الكلام الكبير ده، يا رب كل حاجه ولا كبير ولا حاجه، خليك خالص خالص. انت طيب، شكرا يعني شكرا. بص حتى وانت بتتكلم هادي، يعني هو انت جارنا ابن عمنا ابن هادي كده وراسي وحاجه عظيمه. بحاول طول الوقت ابقى هادي وراسي. الحمد لله. علي، انا من الناس اللي بتحبك لاكتر من سبب، بس كمان من المعجبين بفنك وبادائك لاسباب انا اراها منطقيه وواضحه جدا. انت بتقدر تقدم الادوار اللي نقدر نسميها الدور الرصين بامتياز، وبتقدر تقدم الادوار اللي فيها خفه دم دون اي اسفاف. الحمد لله، ده بجد يعني. فانت انهي نوع من الادوار بالنسبه لك انت كعلي بتحبه اكتر؟ بحس ان انا مستعد ليه، وان هو لمسني، او احس ان انا هقدم من خلاله حاجه. كل دور بتبسط وانا بقراه، وبحس ان انا هعرف اقدم فيه حاجه، او شايف الزاويه بتاعه الدور ده اللي ممكن تتقدم منه، او في تحدي ليا وانا مستعد للتحدي ده، عكس ما اكون انا مش مستعد، اكون خايف جدا، لان بخاف تجيلي فرصه مهمه وانا مش جاهز. اوكي، طب يعني ايه معنى جاهز او مش جاهز؟ حاجات كتير، لانه الممثل لازم يبقى جاهز بدنيا وذهنيا ومثقف كفايه بالدور اللي هو داخل يعمله، يعني يبقى شايف الدور اللي هو داخل يعمله، هل قابل شبهه، هل ليه ريفرنس، هل هو اللي هيبدا يحاول يخلق له عالم بتاعه هو في الهيستوري بتاعته وقصه حياته كانت عامله ازاي قبل ما الجمهور يشوفه. فدي كلها حاجات لو انت مش جاهز ليها، او المشروع مثلا مش مديك المساحه ان انت تجهز فيها، بيبقى ريسك للممثل. واكتريه الشغل بيبقى دايما انت بتشتغل على دورك، يعني بالتعاون مع المخرج دايما والسيناريست في المساحه اللي مسموحه لك. فلما بلاقي ده، بلاقي نفسي انا كمان بتشجع، يعني ان انا اخش اعمل اعمال فنيه مع ممثلين انا ببقى عارف ان انا، سواء هم اكبر مني او في سني، عارف ان انا هتعلم منهم، لان انا بتعامل مع مواهب كتير في طريقي. فالمواهب دي دايما لما هتيجي تتعامل معاها ليها خبرتها، واللي سابقك واللي عارف هو بيعمل ايه، فده احنا بنتعلم من بعض. فدايما بحب اشتغل مع ناس انا بحب اتفرج عليهم. انت بتكتب سيناريوهات كمان يا علي صح؟ من الحاجات اللي بحب اعملها دايما. افكار عندي افكار كتير، نفسي ان شاء الله الفتره الجايه ضروري تتحقق. ضروري يا رب يا رب بجد ضروري. يعني عايزين نشوف سيناريو كده بقلمك، عايزين نشوف. يا رب. لا مش هبقى لوحدي اكيد، عشان ما بقاش برضو يعني ببالغ. لا هي ممكن تبقى الفكره عندي، وبحب ادي الحاجه لاهل الحكايه، بس الفكره بتبقى جوايا او في دماغي، ومبنيه على احداث حقيقيه او
او فكره عامه، فبحب ادي الحكايه الله لاهل الحكايه يوفقك. فعلا. الله يوفقك. كلمني شويه على مليحه، بما انك بقى قلت لي انا ما بخشش حاجه غير لو انا جاهز، انت جهزت المليحه ازاي؟ متهيألي احنا كنا مشحونين كفايه بعد احداث 7 اكتوبر. طبعا هو احنا دايما الموضوع في قلبنا ودايما الموضوع في ذهننا ما بيغيبش، بس يمكن بعد احداث 7 اكتوبر الموضوع فرق تاني بشكل طبعا بشع. طبعا. واحنا كنا طول الوقت قبل المسلسل انا وزمايلي كل بنقدر نعمله ان احنا بندعي وبنقعد نشير فيديوهات حصلت حالا وحصلت احنا ما شفناهاش قبل كده، متأثرين بيها جدا وفي حزن مالينا كلنا. صحيح. والموضوع طول قوي، يعني احنا بنتكلم في احداث حصلت 7 اكتوبر، احنا ما زلنا بيحصل نفس اللي شفناه وفي حاجات ما بنشوفهاش، للأسف. فالموضوع صعب وأليم جدا. فأول ما جه المسلسل أنا ما فكرتش، يعني في طبعا أعمال فنية بتفكر فيها وتقعد تقول أنا هعمل إيه والدور ده مناسب ليا في الفترة دي ولا لأ، أو أنا عايز أقدم ده ولا لأ، أو أنا قدمت ده قبل كده ولا لأ. أنا ما فكرتش، اللي هو مفيش يعني مجال ان انا افكر، هو اكيد انا عايز. حاجة بتتكلم عن القضية الفلسطينية عمل فني وهيبقى فيه دعم للتاريخ أصلا عشان نبدأ نفهم، وأجيالنا اللي موجودة واللي جاية تسلم بعض، لأن صح هم أحسن ناس يزيفوا. فلو إحنا ما سبقناش طول الوقت ونرسخ ده هيبقى مشكلة كبيرة. مظبوط 100%. علي انا بشكرك جدا على المكالمة، وعايز بجد اتشرف بمقابلتك، وعايز نقعد مرة كده ندردش بعد أجازة العيد تكون ريحت وروقت، ونقعد كده تجيلنا ونقعد ندردش حبتين. حقيقي أنا بشكرك جدا 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 نجمنا وفناننا المتألق علي الطيب. علي الطيب قال حاجة مهمة جدا، قال لك الناس اللي هناك دول الصهاينة دول أكتر ناس وأشطر ناس تعرف تزيف.